يعطيكم العافية وعساكم على القوة. ومشاهدينا مثل ما قلنا لحضراتكم، الليلة ليلة الفنان مصطفى أحمد، وراح تكون كل معزوفات فرقتنا والأساتذة العازفين اللي موجودين معانا هي من أغنيات هذا الفنان الكبير. والأغنية اللي توا سمعناها هي أغنية هويتك للموسيقار محمد الموجي، كان لأول مرة يلحن لحن خليجي وكويتي للفنان الكبير مصطفى أحمد، وكانت من كلمات مبارك الحديبي، وإن شاء الله تستمتعون معنا. ما راح أطول عليكم ولا على ضيوفنا الفتيات الجميلات اللي موجودين معنا بالاستوديو، ما نبي نأخرهم زيادة عن موعد نومهم. مساكم الله بالخير وحياكم الله. استبرق حياك الله وسعد بوجودك، وريم وشيخة عساكم على القبوة. حياكم الله، منورينا. نورك. الحين أنت وشاركتوا في قاعة عبد الله السالم، عبالكم ان شاء الله مستقبلا تصيرون في مجلس الامه؟ ان شاء الله باذن الله. ممكن ان شاء الله باذن الله. دراستك زين؟ بعد الدراسه يعني خلاص اهم شيء ما تاخذك السياسه من الدراسه. لا، اول شيء الشهاده. حلو، نضمن الشهاده ان شاء الله بعدها بالمجلس ان شاء الله. انزين، انتم اشوفكم يعني شويه مستحيين وخجلانين، وطبعا احنا شفناكم بالفيديوهات اللي انتشرت بعد البرلمان والجلسه الخاصه اللي سويتوها خصوصا تيرين. يعني الكلام والمناقشه والطريقه اللي كنتي تتكلمين فيها ابيها الحين تطلع حق مشاهدينا ان شاء الله. في البدايه نقول انتم كلكم بالمرحله الثانويه من بدايه الصف 12 و11 صح على ما اعتقد، وكلكم علمي، وهذا صح الشيء الجميل. يعني ان ما ادري، انا حسيت ان لازم تكونون ادبي بما ان يعني كنتوا طليقين اللسان وفي فن للخطابه وهالامور، بس استانست ليش اني انا علمي بعد. فخلونا نبدي معك انت شيخه، شلون تم اختيارك؟ انتخابات المدرسه صارت، انتخابات على مستوى المدرسه، في مجلس الطلبه على مستوى المدرسه، بعد هي ترشح ثلاث مناصب بالمدرسه. نعم، يتم اختيارهم، يتوجهون للمنطقه، من كل مدرسه يطلعون ثلاث مناصب. حلو، يتم انتخابات بالمنطقه، يتم تصويت علينا، بعدها على طول على قاعه عبد الله. حلو، انتم مو بنفس المدرسه كلكم؟ لا، كل واحده مدرسه. احنا من نفس المحافظه حوالي، لكن من كل واحده من مدرسه غير. حلو، ريم انت اخترتي موضوع ولعلعتي هناك، قلتي فن واسلوب، كانت زعلانه. من اختارك الموضوع بصراحه؟ هو في البداية على المدارس تم توزيع انه يعني اقتراحاتكم شنو، يعني مطالباتكم، اقتراحات اي. فبعد هالمجلس يعني اخذ اربع بنود المكررة، ونادونا في جلسة قبل الجلسة اللي هي طلعت الرسمية، خلونا ننقي البنود. فانا اخترت اللي هو البند الثالث، كان عن جامعة الكويت. نعم، اختبار القدرات، يعني الامور المتعلقه بجامعه الكويت. واستبرق، شنو كان موضوعك؟ كان البند اللي اخترته نظام الفترتين. اي، لان احنا الحين بهالقرار يعني انظلمنا وايد. يعني مو بس المتفوقين والاول مستواهم ضعيف، جميع الطلبه انظلموا من هالموضوع. وعبوا لنا، يعني شالوا منا الامتحانات اللي احنا نقدر من خلالها نحصل درجات زياده، عبوا لنا اياها بسوالف ما له داعي. صح، ضغط ضغط ضغط، يعني ما له داعي، يعني تقارير وما يعني أبغى ما تدري اصلا تقرير شنو هو. بس يمكن في بس يمكن في ديسباتر مستقبل. لا صح، صار في وايد لود على الطالب، التكنيك مو حق المستقبل. أي، كلش ورقه، اروح مركز الطالب حطيها الابله، انا ما ادري شنو بورقه، الابله ما تدري، تي موجهه كل شيء كامل، تقرير الابله كامل. لو تابعت المدرسه هذا واقع احنا قاعدين نعيشه. لا، ما هذا الواقع شيء. لا ما قاعدين نستفيد منه. الاوقات اصلا متضايقين من الموضوع. احنا مدرسين معنا، يعني الموضوع مدرسين معنا، التقارير ما قاعدين نستفيد منها، بدل ما ياخذون لنا حصص نلقي فيها، نتدرب فيها حق شلون نلقانا بالجامعات، عشان ما يصير في سالفه ان نستحي ولا سالفه ان الخوف، يصير في عندك انت القدره خلاص انك تلقي. خوف بعد ما بقات عبد السلام سمعت. بس انه تقارير بورقيه بس، وين القى؟ وين دوري انا اللي القي؟ وين دوري اللي انا اتكلم بالمدرسه؟ ما في هذا، بس ورقه قاعده بعطيها الافضل. هو المفروض ان احنا نقدم برزنتيشن، الفكره مو ان احنا نطبع ورقه او ان احنا يصير علينا عبء ماليا، وان على كل ماده نطبع. هو الفكره لما يعني تم اصدار القرار ان احنا من هذه المشاريع ان احنا نتعلم ان احنا شلون نلقي من البرزنتيشن وغيره، لكن هذا ما قاعد يصير. احنا ما عندنا وقت. انتم اثناء يعني تحضيراتكم حق الجلسه مالت مجلس الامه، اخذيتوها على اساس
ان عندكم برزنتيشن وتبون تسوونه، ولا شلون كان التفكير؟ هي مشاكل احنا عايشين الموضوع. مشكله ونبي حل. مشكله نبي حل. عندنا الحل بس خلي يسمعونا يطبقون. بس كتبتوا على هيئه نقاط مثلا؟ على هيئه نقاط، كل واحد كتب له على هيئه نقاط. من ساعدكم؟ احنا من الكلام اللي المدرسه. لا الوالد ولا الوالده؟ المدرسه. المدرسة. اوكي هل لهم دور تشجيع هذا؟ بس المدرسه هم ان المدرسين زين لها لهم دور زين. ريم حسيتي بربكه وارتباك بحضور الرئيس ولا بصراحه؟ لا عقب ما خلصت شنو قال؟ بس إن على موضوع ان الكلمه من اللي كتبها، احنا وايد شفنا بسوشيال ميديا كانوا يكتبون ان يعني ملقن لهم الكلام. نعم. او ان يعني مو احنا اللي كاتبين واحنا بس جايين نلقي، هذا كلام ابدا مو صحيح. احنا جايين كل واحد يكتب يعني احنا اخترنا البنود، احنا اللي كتبنا الكلام، يعني ما تلقينا مساعده من اي احد في موضوع أحد. الكتابه تشجيع ودعم يعني من وايد ناس، من المدرسه، من الاهل، من الاصدقاء، دعم وتشجيع، لكن الكلام هذا احنا كتبناه بنفسنا. مثل ما قالت احنا قاعد ننقل معاناتنا وهذا الشيء يعني. بس احنا لاحظنا بعد اسلوبكم كان هجومي، ليش خذيتوا الاتيتيود؟ يعني ليش كانكم يعني من السياسيين المؤزمين نوعا ما؟ ليش خذيتوا هالكاركتر هذا؟ هي ممكن مشكله انت متضايقه منها. ايه؟ طلعت بعفويه، طلعت كاسلوب انه هجومي، بس هي ما كانت كاسلوب هجومي. او ممكن هجومي انه يعني. هو البرلمان الطالب الرابع ونفس البنود، فكان فيها نفس الكلام يعني نفس الكلام قاعد يتكرر، فخلاص في حواس نتكلمين زياده. تبين اني تبين حل سريع. بس كان بعصبيه مثل ما قالت غاده، كان المشاكل عندنا خلاص حلها سهل وموجود. ليش معقدينها؟ حلو معقدينها. حلو ليش ما تطرحونها؟ اوكي بسم الله الرحمن الرحيم. لحظه انتم الحين عندكم قضيه صح؟ مشكله موجوده. رئيس السلطه التشريعيه مستقبلكم يسمع منكم مثلا صح في جلسه خاصه في قاعه عبد الله السالم صح؟ تروح ليش ما يكون الطرح يعني بهدوء؟ عندنا كذا كذا مشكله بهدوء، ليش الصيحه؟ ليش يعني هل انت تشوف ان احنا كان اسلوبنا هجومي وصيحه، وان هل يعني تقصد فيه انت اكثر واحده؟ لا انا لان الموضوع اللي تكلمت فيه كان وايد حساس، لانه كان بالضبط قبل كم يوم كانت محترقه الجامعه للمره السابعه، فطبيعي ان انا من حرقه تكلمت بهذا الهجوميه. ويعني انا اسفه بس ان ليش الناس تحاسبني على هجوميتي؟ هذه المره السابعه والحلول موجوده وما في احد قاعدين يطبقون يعني. شنو ما يطبقون؟ خلينا الحلول موجوده والجامعه موجوده، فشنو اللي قاعد يصير؟ شنو في مشكله اول شيء هذه؟ ايه؟ تابعت الاجراءات الامنيه الداخليه؟ ايه؟ تابعت التحقيقات؟ ايه؟ كل شيء موجود بس المفروض تكون خالصه. احنا ناخذ شيء ونحطه في نظريه المؤامره وصارت مشكله واحنا خنصيح. لا مو كذي. لا خليني اقول شيء، انت بتصيرين نائبه مستقبلا؟ ممكن. انا ما ادري قاعده مستانسه وقاعده عاجبيني البنات. الله يحفظكم ان شاء الله. بس شنو كان موضوعك؟ عن القدرات، نسب القبول نفس الجامعة الكويت. يعني شنو الشيء اللي مضايقك؟ يعني بعد الجامعة محتاجة تاخذ يعني على قولتهم افضل الافضل. اوكي قاعد تطلعين من الثانوية نسبتك عالية من الفائقات. طيب قاعد تجين عند اختبار القدرات قاعد يخفض فيك. وانت قاعد تدرسين على مدة 3 سنين، انت قاعد يحكمون عليك باختبار واحد. مدة الاختبار 3 ساعات. هل انت قاعد تحكم على 3 سنين بثلاث ساعات بس؟ اي ما يعني احسه كلش ما والله مواضيع دقيقه، مواضيع مهمه. ايش رايك؟ اي والله ما شاء الله عليهم. بس اللي يهمني انا الحين اعرف يعني توجهاتكم شنو؟ انتم متابعين الساحه المحليه، متابعين الشؤون اللي قاعده تصير محليا من مشاكل؟ لقينا شيء حلو ان اختبار قدرات هو اوكي صدق انه منحط من قبل، بس ان اختبار قدرات هذا اللي الحين قدمناه قبل كم يوم كان وايد سهل، اسهل من الاختبارات قدرات كلها. وسمعنا خبر قبل لا ندش اللقاء، الحين سمعت خبر دزوا لنا اياه ان نسب القبول للهندسه والبترول، كليه الهندسه والبترول المعدل المكافئ نزل، كان يقبلون 85 معدل المكافئ، الحين نزل لي 80 78. هذا شيء يونسكم؟ اي وايد يونسكم ما شاء الله، متابعين الاخبار ما شاء الله. احنا قبل ايامنا ماكو، بس صدق بالله الامر الواقع انتم ما شاء الله متابعين. ان شاء الله مستقبلا الجنيه تصيرين في مجلس الامه. سالتني وقلت لك ممكن. ممكن ليش لا؟ اي ليش انت ليش زعلانه انت الحين؟ زعلانه مني ليش؟ مو زعلانه بس انه يعني يعني لما سألت انه يعني هجوم يعني مثل لوم او عتب علينا. مو لوم لا، لا هو لوم وعتب كان من اسلوبك انه يعني ليش كنتوا هجومين؟ مو لوم لا، اقول يعني في طريقه افضل
انك اذا انت طالبه وعندك مشكله وانت فرصه في قاعه عبد الله السالم يعني الطرح راقي شوي مو راقي لا يكون اهدأ يعني ليش يمكن توصل رسالتك يعني شكرا على النقد لكن انا يعني لا ما في نقد حلو يعني لكن انا والله الحمد يعني اذا انت كنت متابع في تويتر يعني اكثر الكلام اللي كان يوصلني اللي هو عن الاسلوب يعني اي وانا من قبل كنت اخذ دورات فن القاء يعني كانوا يمدحون الاسلوب اي طبعا انا يعني صراحه وايد صدمت من كميه التعليقات الايجابيه وعن الاسلوب انتم تدرون ليش لان قبل يعني احنا يعتبر ان عندنا بوزاره التربيه قطعوا شوط مهم جدا في تكوين شخصيه الطالب قبل الطلبه عندنا لسانهم بحلجهم وساكتين وهاديين ويعني كلمتين على بعض ما يعرفون يقولون الحين ما شاء الله عليكم وعلى الاجيال اللي جايه لا بالعكس يعني يعبرون عن نفسهم طليقين وتقدرون يعني توصلون الفكره اللي تبونها الوزاره ما قاعده تستغل هالشيء بالطريقه الصحيحه لا بس المهم ان انتم قاعدين تستغلون هالشيء وهذا الشيء وين نوصل هذه شخصيتك يعني هذا تكوين شخصيه خلال مرحله الثانويه وخلال التعليم العام كله اللي انت راح تعيشينه فهذا شيء وايد حلو يبني الشخصيه بشكل جميل جدا تقدرون من خلالها ان انتم يعني تعبرون عن نفسكم وعن اجيال جايه باذن الله نتمنى نشوفكم بمجلس الامه الحقيقي ان شاء الله وان شاء الله نشوف صوركم كذي بالانتخابات ان شاء الله يعطيكم العافيه شكرا على الاهتمام والاستضافه يا هلا فيكم حبيبي طبعا جميل ان نشوف طالباتنا واخواتنا الصغار عندهم فكر راقي وجميل ومنطلقين في فن الخطابه والحديث خصوصا في قاعه عبد الله السالم وبحضور رئيس السلطه تبيهم طليقين بس مو طلقات مو طلقات اكيد لا وعندنا اكيد بلا شك من يمثل الامه هو النائب صفاء الهاشم موجوده تمثل نقدر نقول كل الكويتيه موجوده وتمثل الشعب اكيد بلا شك في قاعه عبد الله السالم مستمرين معاكم ولكن وين يا غاده؟ بعد الفاصل راح يكون لقائنا مع الموسيقار السعودي ممدوح سيف خلكم ويانا